السلام عليكم ورحمة الله. أجر في اللون. اليوم في مدينة الشريعة في ولاية بسا اللي سبق أني تكلمت عليها البارح، قلت باللي كان فيها عدد كبير تاع حالات الوفاة، وفاة تقريبا 16 مواطن. اليوم ثاني مازال رم يموتوا حسب ما وصلني من أخبار، 3 إلى 4 حالات وفاة، وهي على كل مستوى ولاية تبسة. العدد راهو تقريبا فات 20 حالة وفاة، يعني تبسة وكل ما جاورها، يعني ولاية كولاية. ولكن اللي شد انتباهي هو أنه في هذا المدينة كان مجاهد، عائلته كان مجاهدين، باباه شهيد ومات تحت التعذيب، وهو ربي يطوله في عمره كمل المشوار حتى الاستقلال، ودفع أولاده لخدمة الجزائر في المؤسسة العسكرية. اليوم الرجل هذا هو وزوجته وولده وعروسته وولد واحد آخر ثاني مصابين بالكورونا، ما لقاوش على الأقل المجاهد هذا، يعني وابن شهيد في نفس الوقت، ما لقاوش أبسط عناية من طرف الزلام عصابة ولاد الحرام، أبسط عناية ما كانش. واحد من ولاده مشى بدراهمو حتى الخنشرة باش يداوي. بالنسبة لولاد الحرام هذا المجاهد كان والو، يروح للعقدة ما كان والو. ورانا ما قلناش دير المجاهد ولا ولد شهيد فوق الجميع، هي كان بزاف اللي وسخوا صفة مجاهد لأنه بزنسوا بها وكان ما جاهدوش وبزنسوا بالصفة هذه تاع مجاهد، لأنه عصابة الحرام استغلت بعض الانتهازيين، عمرت لهم كروشهم، أعطتهم ليسانس تاع الشراب، يعني ما يحق الا المجاهد باش يبيع الشراب يحل تبرنا. شوفوا ولاد الحرام عطاو لنساء الشهداء الاولويه باش يخدموا فم ميناج، يعني يعلبوهم. هادو يجي يتكلم لك يقول لك راكم ضد البلاد ولا الاسلام تاعهم، يجي يقول لك راك ضد الجزائر، انت راك دان امشي نعلبوك. تكلم انت على هذه الفئه هذه، انا نغلق فمي، التنا بهم انت. أرملة شهيد يعطوها أولوية باش تكون في الميناج، مجاهد يعطوه الأولوية، هو الوحيد اللي عنده الحق يحب حالة برنا. أخرين يعرفهم ليسونس تاكسي، أخرين في سنوات 80 كان يام يسمعوا فيهم باش ما زادوش ذاك الوقت. في سنة 82 83 العصابة اللي كان يقود فيها الجاهل الأمي شادي بن جديد داروا قانون، لأنه لما مات بومدين خلى الدراهم في الكاس في الخزينة تاع الدولة، صديقات شحال كاين 3 ملاي راه يروحوا يجيبوا بهم الكيوي والبنان ولي جوي، تجيب كلش وتجيب الطوموبيلات وتجيب، سماوه الباب بروغرام أنتي بينوري. سمحوا لي حليت قوس باش نتكلم على هذا الموضوع لأنه كل شيء مرتبط ببعضه، لأننا يعني نتكلم عن المجاهدين. شو كاش قيمة المجاهد طاحت، ومنين بدأت طيح؟ بدأت طيح من عهد الشاذلي. قال لك اللي يحب يجيب طوموبيل من الخارج يجيب ويدخل يخلص رادوان لهنا. أنا واحد ذاك الوقت كنت عندي طوموبيل
كذا، راح جبت وحده من فرنسا تشوف هذاك الوقت 4.5 ملايين، ولا دوان تاعها 2.7 ملايين، لانه الدينار مش لاغمو اغلى من الفرنك في فرنسا. جيب خلص دابا الله يرحمه كي قتلو عطي لي لا ليسونس تاع موجات، قال لي ما عنديش 2 ملايين باش تخلص لا دوان، وحاب تروح تجيب طوموبيل ب 5 ملايين، انا ردها ما تشريش. كانوا ذاك الوقت داروا المجاهدين ما يخلصوش الادوان، المجاهدين ما يخلصوش الادوان، يجيب لا ستاسيون تاعو تاع مجاهد ويدخل طوموبيل يشريها في فرنسا، يدخل دونك ولاو يشريو في الفرنك الفرنسي اللي بدا طيح قيمت الفرنك الفرنسي، الفرنك الدينار الجزائري بدا طيح قيمتو، يروح مجاهد للحق حتى ان المجاهد مشاو عند قومية باعوا لهم الفرن الفرنسي. الو كاين مجاهدين ما كاش عندهم باش يشريو طوموبيل في فرنسا، ما عندهمش دوفيز، ولاد الحرام دزوهم لانه قسما بالله شفتها بعيني فيهم البواقي، كل الناس عم البواقي هم يعرفوني يشفاو عليهم. مجاهد ماشي واحد ماشي زوج، ماشي غير في ملبواقي اللي صرات في عاد في كام تراب الوطني، يدور في القهاوي، يدور في القهاوي بلا ليسونس في يدو يبيع فيها. يعني انك لما نبيع لك طوموبيل نبيع لك لا ليسونس باش تروح تجيب بيها طوموبيل، في عود خلص لادوان 4 ملايين 3 ملايين، سا ديبون سيرتو هادوك صحاب لي يشريو 504 و يشريو طوموبيلات الكبار، هادوك يمدلو مليون تاع دزاير، لأنو دينار مليون كان بشلاغ مول عند دينار الجزائري كان بشلاغ، يمدلو مليون بصح ميخلصش 5 ملايين في لادوان ولا 4 ملايين، يعطيلو مليون. ومن بعد كيجيب طوموبيل تجي على اسم المجاهد يدير فيها سيسيون، يعني بلي راهو مدها لهذاك هداها له، هذاك اللي شرى عليه لا ليسونس، لانه فيها لانسيسيبيليتي 5 سنين، الله اعلم اللي راني ذاكر كانت 5 سنين لانسيسيبيليتي، يعني ممنوع انه يتنازل عليها ولا يبيعها، ممنوع يبيعها قبل 5 سنين. هو يدير لها تسمى تاع هيبه وتبقى باسم المجاهد، هذاك المجاهد يكتب له ورقه له. شوفوا وين وصلوا المجاهد، يبيع الجهاد ديالو، ثمرة الجهاد ديالو بيعها 59 سنة بعد الاستقلال، ما بقاوش بزاف مجاهدين يعني احياء، ما بقاوش بزاف. ديت الموضوع على هذاك المجاهد اللي راهو مطيش في فراش ومرتو مطيشه في فراش، وليدو كيف كيف، وليدو واحد اخر كيف كيف، سمعت وما جاوش ميم با طلعوا عليهم شافوهم. هذا يعني ممثلين العصابه على مستوى بلاد تبسة، الله لعنهم الله وخزاهم، لعنهم الله وخزاهم، وكل ممثل تاع عصابه حتى على مستوى أبعد بلدية وأبسط بلدية، لأنه ما يقادروش. واش اللي يمنع أنه هذا يبعثوا له أمبيلونس يحطوه في طيارة يدوه المطار يحطوه للجزائر ويدخلوا لعين ناجة؟ من حقه يروح لعين ناجة هذا، ولعين ناجة لإبراهيم غالي وجنرالات اللي ما صحت لهم شي يروحوا لفرنسا زربهم لزربتهم الموت خنقتهم الى مجاهد، هذا ما عندوش الحق. هذا لانه لولا هذا المجاهد وامثاله، لولا هذا المجاهد وامثاله، الخنازير ولاد الحرام تاع العصابه راهم مازالهم سيري مدام سيري مسيو، كان الناس ما على بالهمش هذه سيري مدام سيري مسيو، لأنه بكري وقت الاستقلال وقت الاستعمار وعامين بعد الاستقلال الناس باش تاكل الخبز
يسيروا صبابط. شكون اللي كان يسير صباطو؟ الكولون الكبر. دونك لي جون ولاد صغار هادوك سيبو راه الباطا تاعو والبروسا ديالو والسيراج يعيط سيدي مدام سيدي مسيو. معنى هادي هذا شنقريحة وتبون وولادهم غير راهم مازالوا في سيدي مدام سيدي مسيو ولاد الحرام. اليوم ما يشوفوش بالخير من تضحيات المجاهدين. استغلوا ولاد الشهداء رماهم في مراكز تعبير برك مدرسة الرقص اللي تفتحت في برج الكيفان. شكون حطوا فيها كيفتحوها؟ ولاد الشهداء وبنات الشهداء. قال باش يديروا الاخر لي كوريغراف وهذاك الرقص تاع الحركات الجماعية هايديك وين وصلتنا اليوم عصابة ولاد الحرام. لأنه اللي قبل منهم هادو ما هادو شو دينير كاتيجوري تاع ولاد الحرام، ما رانا عايشين معاهم، ورثوا الحكم على أسيادهم اللي كانوا يخدموا عندهم. وكون هما ولاد الحرام حطوهم في الحبس، حطوا أسيادهم في الحبس، ولكن سيدهم الكبير يخافوا منه ما يتناولوش، حتى وين خوه يقول لهم هو اللي دار هو اللي كذا على بالهم يقول لصق في خوه كان والو، ما يتجرؤوش يجيبوه، ما يتجرؤوش يجيبوه. ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي يبعد عليها ولاد الحرام، وربي يرحم الشهداء ويطول في عمر المجاهدين اللي مازالهم شاهدين على الشيء اللي راهم يديروا فيه ولاد الحرام اكثر ما دار الاستعمار. السلام عليكم.